حكيم شهيدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صلى الله عليه. فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صلى الله عليه. ما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وأيدتها بشارة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا Shine.